امرأة عمرها 42 سنة في مركز الأمير سلطان الرياض وجراحة القلب في سرير 15 المستشفى من أوله إلى آخره، من صغيره إلى كبيره يعرف حالتها. دخلت عمليات القلب، كان عندها عملية صمامين مرتخيات، فحصلت العملية داخلة تمشي على رجليها، تشوف تسمع تبصر تتكلم. فلما دخلت المستشفى ودخلت العمليات توقف القلب في وسط غرفة العمليات، أخذوا ينعشونها، أبد 3 دقائق الدم ما وصل المخ تعطلت، ماتت خلايا المخ، وخلايا المخ إذا ماتت لا يحييها ولا يعيدها إلا واحد. والله لو تبحث في مستشفيات الدنيا ما يعيدها إلا الذي بدأها وخلقها أول مرة. قعدت على هالحال، طلعت من العملية لا تشوف لا تسمع لا ترى لا تتكلم لا تمشي لا تحرك طرف، جثة هامدة 9 أشهر. ولدها وزوجها يجون يدورون عليها. حضر القصة من الناس الموجودين الآن، الدكتور تاج الدين حفظه الله موجود الآن في المركز، والدكتور أحمد شوقي، كلهم ممن عاين القصة أمام عينيه. الشاهد عملوا لها إشاعة مقطعية، ما في ميتة دماغيا. إشاعة مقطعية ثانية، ما في خلايا، كلها ضمور. إشاعة مقطعية ثالثة، تخطيط المخ، ما في شيء، خط، ما في أي خلايا تتحرك ولا في أي إشارات أن المخ حي. قعدت 9 شهور خلاص فتحة في التنفس هنا ولا تسمع، جثة هامدة. ولدها يجي يقرأ عليها، ودائما تلقاه يحبب رجليها ولها الشرف. أحد الأخوة نزل الساعة 2:30 وهو مر على العناية سير 14 إلا يمر على 15، لقى الولد جالس يقرأ على الماء. الولد متأثر، قال الحين أمي ما عدنا مكلمينها لين يوم القيامة. شوف الكلمة يا شيخ، أسأل الله لا يجعلك تحسها وتجربها. يقول أمي الحين ما عدنا مكلمينها لين يوم القيامة، يعني ما عاد خلاص ما عاد تتكلم في الدنيا. فقال له هذا، قال من قال لك؟ قال كلهم يقولون. قال الله ممتاز، كلهم يقولون، اللي كلهم هذول هم اللي خلقوا لها خلية واحدة. قال لا، قال طيب اللي خلقها وش يقول؟ اللي ما خلقوا قالوا، وهم صادقين بناء على علمهم الطبي ما في شيء. طيب اللي خلقها وش يقول؟ فسكت. دخل هذا الرجل والولد هذا ولدها، فدخلوا يكلمونها. أنا ودي أقول اسمها لكن يا فلانة، الولد يناظر يقول لي وش هو اللي يتكلم؟ يا فلانة، بدأ الرجل يقرأ. أنا سجلت الآيات اللي قرأها وهو يقرأ عليها، قرأ سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، ثم قرأ عليها قول الله عز وجل: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ما بعد صارت عظاما ورفاتا، يقول هذا الرجل ونقرا، ما بعد صارت عظاما ورفاتا. والله يقول لو كانت عظاما ورفاتا. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. الله ما قال نعم إيه، لا، قال قل كونوا حجارة. خليك شيء أصعب من هاللحم. قل كونوا حجارة أو حديدا. خليك شيء أصعب من ما أنت عليه. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. كن أصعب شيء، أصعب من أنت دحم ودم، خلك أصعب من الحجارة ومن الحديد. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي خلقكم أول مرة
فسينغضون إليك رؤوسهم، يقعد يهز رأس عندك ولك مام، ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. يقول وأنا أقرأ سبحانه تقوم السماء كلها والأرض بأمرك، ألا تقوم هذه المريضة؟ ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات ومن في الأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ وأنا أتفكر ما يا ربي أطلبك ألوف، أطلبك وحدة فقط هذه المرأة. وهم ألوف حذر إيش؟ الموت ولا المرض؟ حذر الموت فقال لهم الله موتوا فتوقفت أعضاءهم كلها، الأنفاس والخلايا المخ وخلايا القلب وخلايا الكلى، موتوا ثم أحياهم سبحانه. ثم أحياهم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. والله وأنا أنظر لرأس المريضة خاوية على عروشها أتخيل الخلايا كلها ميتة وأتذكر الصورة اللي في الإشاعة المقطعية. وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. وأنا أقول في نفسي أبس 9 شهور يا ربي أسهل من 100 عام. ثم بعثهم، ما أيسرها على الله، بعث ثم أحياهم. ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك، والحمار متحلل، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. هو قادر، هو الذي خلقها أول مرة، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله، ما قال أعلم أن الله يحيي الموتى يشفي المرضى، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ولما قلت هالآية والله وأنا أقرأ وكيف ننشزها ثم نكسوها لحما، يقول وأنا أتخيل أن الله الآن دعا هذه الخلايا. فأول ما قلت فقال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، قلت لها فلوة، يقول فتحت عينها، قلت لها فلوة تسمعيني؟ ما تقدر تتكلم فيه أنبوب. قالت قلت ارفع يدك اليمين ترفع يدها اليمين، ارفع يدك اليسار ترفع يدها اليسار. الولد عبراته تسبق عباراته، قاعد ما يدري ايش يسوي، يطيح لما يصيح ارفع رجلك يا فلوى ترفع رجلها فلوى.
الممرضة جنوب أفريقية نصرانية صيح تصيح تبكي. راح أخونا للدكتور تاج، تاج الدين موجود الآن في المستشفى، راح الدكتور تاج قال له شو أخبار فلوى؟ قال الله يلطف بها ويرحمها، خلاص ميت. قال تستجيب لكم؟ الرجل يقول يا أخي ساعة اثنتين من الصالحين وأنا مناوب وتعبان، يعني ما هو وقت تمزح معي، كيف تستجيب لنا؟ قال تراها الآن فتحت عيونها وتتحرك. كيف؟ قال تعال وشوف. طلع الدكتور تاج الممرضة تصيح، هذا المشهد، مرضة تبكي ولدها طايح عليها مغطيها يصيح الحمد لله الحمد لله الله قادر. اي والله انه قادر، هو الذي خلقها اول مره، هو الذي قال سبحانه بلى قادرين على ان نسوي بنانه، هو الذي قال سبحانه الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه، انا اللي خلقته كان نطفه قبل لا يكون له عظام وقبل لا تكون له خلايا مخ اصلا، إلى أن قال الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ما قال إيش هي الموتى، لما شاف الدكتور تاج جثى على ركبتيه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن ربك فعال لما يريد فينا احنا ما عرفنا من هو الله. وانا ادعو نفسي واياكم انك اذا دعوت الله فاحسن الظن به، لا تخطط انت لله كيف يصلح لك الامور، ان تريد وصول الكاميرا انت عليك امور، ان تدعو الله بيقين، تحسن الظن بالله عز وجل، اذا مشيت شوي وتعثرت اعلم ان الله يختبرك، فلا تخسر علاقتك مع الله عز وجل من أول خطوة تخطوها تطيح فيها. أنت بحبيب الغالي. ختاما نقول حبيب الغالي كل أهل الأرض، كل من تحتاج في أمر أنت قادر أن تأخذ حاجتك منه وتنساه ولا تحتاج له إلا الله عز وجل، ما تقدر تفعل معه هذا. قال الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم أخذت حاجتك من ربي؟ يوم كانت تتلاطم الأمواج وأنت ولدك في المستشفى ولا في العناية ولا أمك وأنت تدعو الله بقلب ثم نجاك وطلع لك الأمور ويسر أمورك، قضى دينك ولا شفى مرضك ولا قر عينك بمن تحب، ثم نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إيش قال بعد هذا؟ هم الآن وين؟ في البر؟ خلاص يعني ما عاد تحتاج الله؟ قال الله أأمنتم فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم وين؟ جانب البر. أن تحسب البحر لي والأرض لي كلها لي، فكل أن تقدر تعامل بطريقة إلا الله، كل شيء له، ما تحتاج شوي وخلاص. لا، أنت الآن نجوت من البحر، أشركتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ إيش قال الآية اللي بعدها؟ أو أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، والأقدر أخذك في البحر وأقدر أخذك في البر وأقدر أنسيك القضية وأرجعك البحر مرة ثانية فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. أسأل الله جل جلاله أن يشرح قلوبنا وقلوبكم وصدورنا وصدوركم لذكره.
أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. درة وكلؤلؤ مرجان هو زاد أمتنا وخير زمان.